المصريه، وبدانا ندعي الناس ان هم يخشوا معانا، ومع الوقت بدا يبقى في انشطه كتير مش بس عجل، بقى في جري وفي سباحه. ودلوقتي يعني الحقيقه انا بقيت فخور جدا ان احنا عندنا حوالي 13 تراياثليت في الفتره الاخرانيه بيمارسوا الثلاث رياضات مع بعض. فالحقيقه حاجه جميله جدا ان الواحد يشوفها بتكبر وبتنتشر وسط المجتمع المصري. الناس الحلوة دي هم العقلانية، رايحة جاية عايمة سايقة الجري كتير عليك، كفتنا طالع حبة لعبده لسه حبة، طب وحياة المحبة تعالى قدامي الودش فين الجاية دي، لقي خمسة في الجاية دي، لقي عشرة واتنين على الكشور. أي أبو المجد، بيتهيألي طبعا كلنا عارفين الاسم إيجي كان، وإيجي كان زي ما ذكرت في الأول هو أكبر جروب تجمع مصري موجود على الفيسبوك، يوصل قريب إن شاء الله لعشرين ألف. آية بتقوم بعمل جبار في الإيجي كان، وكلنا بنلمس ده، تناول الجروب وإنه هو يعني تو فولو أب، والمتابعة والأدمن مهمة مش سهلة أبدا مع العدد الكبير. فآية العجلتية وإيجي كان وشغل كبير على مستوى، أهلا يا آية، واحكي لنا عن سواء العجلتية أو إيجي كان وربطتهم مع بعض.